فيديو الجرامر اللي فات اتكلمنا مع بعض عن الفيرب تو بي، اتكلمنا عن القاعده وادينا بعض الامثله وكمان اخذنا النفي، لكن لسه ما عملناش سؤال باستخدام الفيرب تو بي، وده موضوع فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا كريم الافندي، اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله جرامر في 3 دقائق على انجلش ليدز. هنتعلم مع بعض ازاي نكون سؤال باستخدام فيرب تو بي. في نوعين من الاسئله، النوع الاول هو الـ yes no questions او اسئله هل، والنوع الثاني هي اسئله الـ wh questions او الكلمات اللي بتبتدي بالـ wh زي what where when وغيرها كتير. عشان نكون سؤال باستخدام verb to be في شويه خطوات لازم نمشي فيها. زي ما اتفقنا في نوعين من انواع الاسئله، هنبدا بالسؤال الاول او النوع الاول اللي هو yes no questions او اسئله هل. طيب خلينا ناخد مثال بسيط زي he is my brother. نفترض ان انت معاك شخص فبتقدمه بتقول he is my brother. طيب لو انا حابب انا اسالك، لقيت مثلا في شبه ما بينكم، فانا حابب انا اسال الاول فهقول لك ايه؟ Is he your brother؟ طيب ايه اللي انا عملته عشان اكون السؤال؟ اولا زي ما انتم شايفين في بعض الاختلافات ما بين الجمله الاساسيه وما بين السؤال، تعالوا كده نطلعها واحده واحده. مبدئيا انا بدات ب is في الجمله الاولى كانت رقم 2 بس دلوقتي بقت رقم 1، وهي اللي كانت رقم 1 هتبقى رقم 2 في السؤال. Is he، تمام؟ التغيير ده هو اللي عمل السؤال. Is he your brother؟ تعالوا نشوف كمان ان my بقت your. طيب هنا my لان انا كنت بتكلم عنه، انما لما انت بتسالني انت دلوقتي بتوجه لي انا الكلام. تخيل انت بتوجه لواحد الكلام فمش هتقول له طبعا هل ده اخويا؟ لا طبعا، ده سؤال غبي جدا يعني. فانت هتقول له is he your brother، هل ده اخوك انت؟ تمام. وطبعا في الاخر حولنا full stop ل question mark لان ده بقى سؤال مش جمله. حلو. طيب انا حابب اجاوب على السؤال ده، فانا هرد عليه اقول له yes he is، ولو هو مش اخويا فهقول له no he isn't بمنتهى البساطه دي. النوع الثاني من انواع الاسئله اللي هو الـ WH questions، تمام؟ تعالوا نشوف السؤال اللي احنا سالناه من شويه، Is he your brother؟ ده سؤال هل. طيب ازاي اقدر احول سؤال هل لسؤال يبتدي بـ WH word؟ تعالوا نشوف ايه الخطوات اللي بتحصل. اول حاجه هشيل كلمه your brother، ده الشخص اللي عايز اسال عليه، تمام؟ طب بعدين هزود كلمه who اللي هي WH word اللي هو من. وبعدين طبعا ما انساش question mark، who is he؟ مين الشخص ده؟ فالرد بيكون الجمله الاساسيه خالص اللي هي he's my brother. تعالوا ناخد مثال تاني عشان لو لسه ما فهمتش تقدر تستوعب اللي احنا بنعمله. طيب تعالوا كده ناخد كمان مثال فيه اختلاف بسيط. لو انا عايز اقول I'm okay، انا كويس، طب انت حابب تسالني هتقولها لي ازاي؟ هتقول لي am you okay ولا هتجيبها ازاي؟ تعالوا نشوف كده. Are you okay؟ في تغيير هنا كبير شويه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. مبدئيا I بقت you لان انت بتوجه لي انا السؤال، فهتقول لي انت، هل انت كويس؟ فبتقول لي are you okay. وعشان استخدمنا you طبيعي ان انا احول am ل are. ليه؟ لان am كانت بتاعت I معروفة، انما you بتاعتها are. ولو انت مش فاكر ده ممكن ترجع للفيديو اللي فات وتشوف القواعد دي. وبرضو الفول ستوب اتحولت ل question mark، فالسؤال بيكون are you okay. لو انا عايز اجاوبك هقول لك yes I am او no I am not، وممكن اختصرها تبقى I'm not. بالنسبة لل WH questions تعالوا ناخد نفس سؤال هل، are you okay؟ هنشيل اوكي لان دي اللي عايز اسال عليها، انت عايز تسالني انت عامل ايه؟ كيف حالك يعني؟ تمام؟ فبحط هاو ار يو وما ننساش طبعا الكويستشن مارك، والاجابه هتكون الجمله الاصليه ام اوكي. وده كده بمنتهى البساطه ازاي تكون سؤال باستخدام فيرب تو بي. كالعاده لو انت معانا لاول مره فما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه، وما تنساش كمان تعمل لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من اصحابك ويستفيدوا معانا. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.